طب احكي لنا عن علاقته، يعني انا اعرف هو علاقته بالرئيس عبد الناصر علاقته بشكل ودي يعني، وعلاقته بالرئيس السادات، ويعني علاقاته يعني حتى بره الوزاره وجوه الوزاره. لا يعني انا يعني انا اصلي مش يعني مانيش عميقه قوي في السياسه، لكن انا عارفه بشكل عام يعني، لان هو زامل للرئيس السادات في سجن المنيا، وقعدوا كتير في سجن المنيا ومع بعض، وكان معاهم الاستاذ موسى صبري، لان موسى كمان كان صغير، كان عنده لسه ايه، وكان دايما يقول ابوكي كان بيشغلني الشماشرج بتاعهم، يودي الجوابات ويجيب الاكل ويعمل مش عارفه ايه. انا يعني موسى بقول له عمي موسى صبري. فاكره مثلا الرئيس عبد الناصر يوم ما عزمه في فرح في كاتب كتاب هدى، في كاتب كتاب هدى، وكان في بينهم قطيعه شويه كده. وفاكره عمي محمد احمد الله يرحمه لما اتكلم في التليفون يقول انه في دعوه من السيد الرئيس عشان يحضر فرح هدى، اوكي ولا ايه؟ فقال له طبعا طبعا هحضر، ازاي يعني هدى زي ليلى وعزه ويمنى، تقول لي ممكن ما احضرش فرح حد من بناتي؟ وفعلا كانت قطيعه استمرت 5 سنين وخمس اشهر وخمس ايام، كنا مسميينها 3-5. ولما جت الدعوة راح كاتب الكتاب هو وأمي، وفاكرة أنه يعني لقى استقبال حافل، خدوا بالحضن جامد، قال له يعني أنت وحشت. هم علاقتهم كانت بادئة من قبل الثورة يعني، هم يعرفوا حتى يعرفوا أعتقد يعني الثورة. زي ما أنا كنت سمع أنه في علاقات كتيرة يعني، الرئيس عبد الناصر الله يرحمه، الرئيس السادات، بس الرئيس السادات علاقتنا بيه اسريه شويه، لان هو كمان صديق لجدي الشيخ دراز. لما كان بيبقى جاي من السويس هربان او كده، كان الفيلا بتاعت جدي جنب الجنينه اليابانيه، جنب الجنينه اليابانيه في حلوان. فكان بينزل من الجبل يخش على الفيلا، وكان ينام في البدرون وياكل ويعمل اللي هو عايزه كله. ففي علاقه وطيده معاهم يعني. واحنا كمان علاقتنا بالسيده جيهان السادات علاقه وطيده، وهي ست ودوده الحقيقه ومجامله وكده يعني. هو حتى الوالد كان اول حد يشوف مدام تحيه عبد الناصر يعني، ده لما عامل الرئيس السادات، كان عامل الرئيس عبد الناصر عامل المصران الاعور في مستشفى مظهر عاشور سنة 54 فيما اعتقد يعني. وفاكره وهو بيفوق من البنج، دخلت الاستاذه مدام تحيه عبد الناصر، فقال لها خشي ما تتكسفيش، ده عم الشيخ احمد. هو كان يعني ده اللقب، عم الشيخ احمد. فهو اول واحد شافها في كل الستاف بتاع الوزاره والصور وكله، وهي كانت ست فاضله الحقيقه.